تنتهي مشاورات وتأتي أخرى، ويعلن عن مقترحات لإطلاق المعتقلين والمخفيين قسرا. لكن كل ذلك لا ينجح، مقترحات تذهب أدراج الرياح ومشاورات معطلة، فلا المعتقلون يخرجون من السجون ولا المسار السياسي ينجح ولا يتغير شيء في هذا الملف. أمهات المختطفين في الحديدة وفي جديد مطالباتها دعت المفوض السامي لحقوق الإنسان وأعضاء مجلس حقوق الإنسان لإنقاذ أبنائهن المختطفين والمخفيين قسرا، وأكدت رابطة الأمهات في بيان لها أن الإنسانية وحدها من تستطيع إنقاذ أبنائهن بعيدا عن المزايدات السياسية والمقايضات العسكرية التي جعلت أمنياتهن بعودة أبنائهن في مهب الريح مع تعثر مشاورات جنيف والابتزاز بصفقات تبادل الأسرى. المعتقلون في سجن بير أحمد بعدن أيضا أعلنوا الإضراب عن الطعام احتجاجا على عدم إطلاق سراحهم رغم صدور أوامر عديدة بالإفراج عنهم. وقال بيان لرابطة أمهات المختطفين في عدن إنها تلقت رسالة من المحتجزين تفيد بإضرابهم عن الطعام ومحاولة ثلاثة منهم الانتحار بعد خذلانهم وعدم الإفراج عنهم. تحركات كثيرة قامت بها الأمم المتحدة ومبعوثوها الذين ظلوا يقدمون مقترحاتهم حول إطلاق المعتقلين كخطوة لبناء الثقة مع بداية كل جولة سياسية في جنيف والكويت وغيرها، لكن جميع الخطوات ظلت بلا آليات حقيقية للتطبيق. وبين مطالبات لم تتوقف وتحركات أممية عديدة يظل ملف المختطفين والمخفيين قسرا عنوانا فضفاضا لمشكلة اتسعت دائرتها لكن بلا حل.